وللحديث أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة التونسية الخبير الجيوستراتيجي السيد غازي معلا. سيد غازي أهلا بك. مرحبا، مساء الخير. نعم أهلا بك سيد غازي. يعني نشرت على صفحتك الشخصية على الفيسبوك قبل قليل صورة تبدو كأنها داخل مستشفى بيرسي أين يمكث خليفة حفتر، هل هي بالفعل داخل المستشفى؟ هل تمكنت من الدخول؟ نعم، أنا دخلت المستشفى المذكور في باريس، في ضواحي باريس، المستشفى العسكري. أنا كنت في زيارة خاصة لأحد الأصدقاء الذين يقيمون بهذا المستشفى، مصاب بمرض ما، وكانت بالصدفة نفس المستشفى الذي يقيم فيه خليفة حفتر، ولذلك يعني من بعض الفضول مني تمكنت من داخل المستشفى. الحقيقة أنا لم أحاول الدخول المستشفى لمراقبة أو مشاهدة أو الاطلاع على حالة خليفة حفتر، لكن الصدفة كانت أن أكون في نفس المستشفى، فببعض الفضول حاولت أن أعرف حقيقة الوضع الصحي لخليفة حفتر، وتمكنت من مشاهدته عبر يعني مرآة التي كانت تفصل الممر عن الغرفة التي كان يقيم فيها. طيب صف لنا ما شاهدته سيد غازي، وأيضا الوصف الدقيق كنت سمعت للوصف الدقيق من المصادر الطبية في المستشفى. صراحة أنا لم أتحدث إلى مسؤول طبي بارز في المستشفى، لكن حاولت أن أسأل بعض المدين الذين يمثلون الطاقم الطبي للمكان الذي هو موجود فيه خليفة حفتر، أي القسم الذي هو قسم العناية المركز الذي كان يقيم فيه خليفة حفتر، وفهمت من بعض المتحدث اللي تحدثت معهم أن خليفة حفتر مصاب بحفاكم وعفانا الله سرطان منذ أشهر عديدة، وأصيب في الأيام الأخيرة منذ بداية شهر 4 تقريبا بنزيف دماغي نقل على أثره إلى هذه المصحة عبر الأردن كما يعلم الجميع، وهذا النزيف على أثر هذا المرض العضال أصبحت حالته الصحية في تعكر شديد، وفقد أن يعني شبه النطق، يعني صعوبة أو استحارة الكلام وصعوبة التحرك، وهو يعيش في حالة يعني غيبوبة، شبه غيبوبة منذ وصوله إلى المستشفى، ويعني الوضع الصحي بتاعه يعني شبه قريب جدا من الموت السريري. يعني طيب، يعني أين يمكث خليفة حفتر في هذه الغرفة؟ هل هنالك عناصر أمنية للحماية؟ هل يعني شاهدت أحد أفراد عائلته؟ إن كانت هنالك شخصيات بارزة حول المكان الذي يمكث فيه؟ صراحة لم أشاهد أي من المقربين أو الحراسات الخاصة لخليفة حفتر، لكن المستشفى هو مستشفى عسكري، الدخول له هو شبه ممنوع إلا بإذن مسبق، يعني منذ البوابة الأولى للمستشفى من بوابة المستشفى على الطريق العام، يعني صعب جدا أن تكون زائر عادي إلى المستشفى، أن تدخل لهذا المستشفى إلا بإذن خاص أو أن تكون عسكريا لك إذن بالدخول لمستشفى عسكري، يعني هي منطقة عسكرية، لذلك ليس هناك حراسة خاصة، لكن الحراسة موجودة على كامل المستشفى، وهناك مراقبة شديدة على كامل المستشفى، ليست خاصة بخليفة حفتر لكن خاصة بالمستشفى عموما، ليس هناك يعني تعزيزات أمنية خاصة بخليفة حفتر في مكان إقامته في هذا الجناح الذي هو فيه. يعني طيب، يعني ندقق مرة أخرى في الوضع الصحي له لخليفة حفتر. المصادر، بعض المصادر تقول أنه في غيبوبة، مصادر أخرى تقول أنه ميت سريريا، أنت ذكرت أنه لا يستطيع النطق، لكن يعني ما المعلومات التي تحصلت عليها؟ لأن الموضوع يختلف بين إن كان في غيبوبة أو ميت سريريا، يعني بدقة هل من معلومات تشير إلى أنه في داخل غيبوبة أو ميت سريريا؟ أنا قلت هو شبه ميت سريريا، أنا لم أجزم أنه ميت سريريا، أنا ما لاحظته بعيني أنه الرجل في غيبوبة، لا أمكن أن أجزم أنه في موت سريري، لكن ما فهمته من الطاقم الطبي أن وضعه الصحي متعكر جدا، وأن عودته إلى أو شفائه يعني شبه صعب وصعب جدا، ويعني طبعا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الطاقم الطبي الذي سألته يكاد يجزم أنه لا يستطيع أو يصعب عودته إلى حالته الطبيعية كما كان قبل، يعني النزيف الدماغي الذي أصيب به على أثر هذا السرطان الذي كان يعالج منه منذ أشهر عديدة جعل الرجل في حالة يعني شبه ميؤوس منها، لكن لم يصل بعد إلى حالة اليأس التام، لكن أن يعود إلى سالف نشاطه الطبيعي فهذا شبه مستحيل. طيب، يعني حالة حفتر يعني اتسمت في البداية بالغموض والتكتم من المصادر الفرنسية، يعني بصفتك خبير استراتيجي هل يعني يتبع هذا الموضوع الأعراف، وهل يعني هذا يعتبر طبيعيا في التكتم على حالته
أو حالة أحد العناصر؟ أكيد أنه شخص في حجم خليفة حفتر وفي حجم الدور الذي يلعبه في هذه المشهد السياسي في ليبيا، مهما كان هذا الدور وما كان هذا المشهد، يعني الأطراف التي تكتمت أو حاولت التكتم على وضعية خليفة حفتر كان هدفها الأول والأخير هو الخوف من الفوضى، لأنه الجميع أو الكثير يعلم أنه حفتر كان يشكل بين ظفرين حسب اعتقادهم عامل استقرار داخل الشرق الليبي، ويمثل حالة إجماع ما بين مجموعات عربية داخل الشرق الليبي، وغياب حفتر أو غيابه الجزئي أو الكلي على المشهد لفترة طويلة أو لفترة أو غيابه الكلي على المشهد بعد وفاته إن توفى أو إن مات، فهذا سيجعل المشهد مرتبك جدا، وخاصة أنه الكل لم يجهز ما بعد حفتر، ليس هناك خطة بديلة، ليس هناك أسماء، ليس هناك طريقة لو استراتيجية واضحة ماذا نفعل لو غاب حفتر. لذلك هذا الغياب الفجئي وهذا المرض الفجئي الذي أصاب خليفة حفتر أصاب الجميع بارتباك، وما جعل التكتم من ناحية وبعض الأحيان الكذب على حالته الصحية، وفي بعض الأحيان الأخرى الخوف من ماذا يمكن أن يقع بعد، وهذا ما حدث الآن، لأنه بعد أن أصيب خليفة حفتر بهذه الحالة المرضية الصعبة والخطيرة جدا، السؤال المطروح الذي كان مطروحا منذ أيام عديدة، أين سيذهب حفتر؟ هل سيبقى في فرنسا إلى أبد الأبدين؟ هل سيعود إلى ليبيا؟ هل سيذهب إلى الأردن، الإمارات، إلى مصر؟ وكانت كل الدول وكل أجهزة هذه الدول تتناقش بين بعضها حول مصير هذا الرجل إذا تم معناتها العلاج وانتهت الدورة العلاجية، لأنه في الأخير مستحيل أن يبقى إلى أبد الأبدين في غيبوبة تامة، اما ان ينقل الى مكان يكون قريب من 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 من, من اهله وناسه، وانكتب له الشفاء فسيكون بين اهله، او وان توفي سيتوفى بين اهله. لذلك كانت هناك نقاشات عديدة بين هذه الاجهزة حول مصير حفتر ومكان اقامته بعد الفترة العلاجية الاولى، ولذلك اعتقد انه كان هناك تخوف وتهجس من بعض الدول وخاصة مصر الدولة الجارة ان تستقبل حفتر. لكن المعلومات الواردة أخيرا والتي استيقناها من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في فرنسا أن خليفة حفتر ممكن بعد أن يعني ساعات قليلة أو بعد أيام قليلة بأقصى تقدير أن ينتقل إلى القاهرة ويصبح مقيم في أحد المصحات في القاهرة ليبقى على هذه الحالة الصحية التي كنت أصفها إليكم. لطالما كانت المادة الثامنة في الاتفاق السياسي عقبة بين الأطراف وبين توافق الأطراف في ليبيا، الآن في ظل غياب خليفة حفتر لماذا لا تتوصل هذه الأطراف إلى توافق وتصل إلى ترشيح شخصية غير جدلية وتستغل هذه الفرصة لدعم الاتفاق السياسي مجددا وتقارب الأطراف وتستمر في اجتماعاتها لترشيح حليف خاص لها وتعمل على مصالح ضيقة؟ أولا لابد أن نقول أن خليفة حفتر الآن أو مشروع الكرامة أصح هو مشروع يقوم حول شخص، حول خليفة حفتر، وليس مشروع سياسي وليس مشروع لبناء دولة حديثة مدنية، هو مشروع يقوم حول شخص، وفي غياب الشخص يغيب المشروع. لذلك الآن هناك نجد هذا الخلاف الشديد ما بين أطراف أو الأطراف الداعمة لهذا المشروع من مصر والإمارات وبعض الدول الأخرى حول خليفة حفتر، لأنه خليفة حفتر أمر صعب وصعب جدا، لأنه المشروع هو ليس مشروع سياسي تضع له شخص يقوده، هو مشروع شخصي، فإذا غاب الشخص غاب المشروع. ولذلك أنا قلت أنه النية الآن متجهة لإعادة خليفة حفتر إلى القاهرة، ومنها ممكن إخراجه إلى الشعب الليبي بطريقة سينمائية معينة لأنه ما زال حي وما زال مشروع خليفة حفتر موجود، وبالتالي يذوب الجليد حول من سيكون خليفة حفتر في المرحلة القادمة، ويصبح الأمر يسير يوم بعد يوم. لعودة إلى سؤالك والبند الثامن، أعتقد أنه بعد اختيار السيد المشري على رأس المجلس الأعلى للدولة وأصبح هو الشريك في البند الثامن في النقاش حول مآل الاتفاق السياسي مع عقيلة صالح، الحدث الذي سيمكن أن يغير نوعا ما في المشهد خلال الأيام القادمة هو اللقاء المرتقب ما بين عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط، وهناك مجهودات دولية
كبيرة لإنجاح هذا الاتفاق للخروج على الأقل فكرة جديدة أو مشروع جديد كيف الأصول إلى تعديل الاتفاق السياسي. أعتقد أن هناك شبه اتفاق ما بين السيد عقيل الصالح والسيد رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري حول الخطوات العريضة لهذا الاتفاق، لكن يبقى الحاجز أو العائق لهذا الاتفاق الذي ممكن أن يحدث ما بين السيد عقيل صالح والسيد رئيس المجلس الأعلى للدولة هو المجلس الرئاسي الحالي الموجود على الأرض، أو بأحرى السيد فايز السراج من ناحية، ومن ناحية ثانية ما تبقى من مشروع الكرامة الذي ممكن بهذا الاتفاق أن تضيع أحلامه وتضيع مشاريعه السلطوية التي كان يشتغل من أجلها ويخطط لها خلال السنوات الأخيرة الماضية. نعم، شكرا لانضمامك معنا السيد غازي معلا، كنت عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة التونسية، الخبير الجيو استراتيجي.